السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله، سيد خلقه وإمام رسله، ابتعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وبارك على محمد في الأولين، وصل وبارك عليه في الآخرين، وصل وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وامتثال أمره، وأحذركم ونفسي من عصيان الله ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لكم بهذا الشهر الفضيل المبارك، هنيئا لكم أن أحياكم الله تعالى حتى أدركتموه هذا العام، وعسى أن يعيده الله تعالى عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في صحة وعافية وتقى وإيمان. أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يصومون والحمد لله، وكثير يصلون وذلك من فضل الله، لكن ركنا عظيما هو الركن الثالث الأوسط بين أركان الإسلام مظلوم بين بقية إخوانه الأركان الخمسة، ألا وهو ركن الزكاة. الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى وجعلها حقا في أموال الأغنياء لترد إلى الفقراء، هي حق في أموال أغنياء المسلمين ترد إلى فقرائهم. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قرن الله تعالى الزكاة مع الصلاة في عشرات المواضع في القرآن الكريم تأكيدا على أهميتها وعلى فرضيتها في أموال المسلمين. والعبادات أيها الإخوة منها عبادات بدنية كالصلاة والصيام، ومنها عبادات مالية كالزكاة والصدقة، ومنها عبادات تقرن بين البدنية والمالية وهي الحج. وقد فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين وجعلها حقا في أموال الأغنياء، بل شدد في العقوبة على مانع الزكاة. قال الله تبارك وتعالى، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ورد في الحديث أن مانع الزكاة في النار، مانع الزكاة في النار، هكذا ورد في حديث نبوي شريف. وكذلك أيها الإخوة، عقوبة مانع الزكاة في دولة إسلامية تحكم بالشريعة أن يؤخذ منه نصف ماله عقوبة فضلا عن الزكاة وهي حق الفقراء. ثم أيها الإخوة الكرام، الزكاة تزكية وبركة وتنمية، تزكية للنفس وللمال، نزكي أنفسنا أي نرفع من قدرها عندما ننتصر على شحها، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ننتصر على الشح، شح النفس، ننتصر على البخل، ننتصر على الأنانية، ننتصر على حب الدنيا والتعلق بها. وكذلك هو تزكية للمال. ورد في الحديث النبوي الشريف، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة.
واستقبلوا أمواج البلاء بكثرة التضرع والدعاء. داووا مرضاكم بالصدقة، وقبلها حصنوا أموالكم بالزكاة. ويقسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ما نقص مال من صدقة، بل يزيد، لأن الله تعالى يبارك المال المزكى. وما اختلط مال الزكاة بمال إلا أهلكه. إيش معنى هذا الكلام؟ من كان عنده 100,000 عليها 2,500 زكاة، قسم من 40 أو 2.5%، من كان عنده 100,000 من أي عملة زكاتها 2.5%، يعني 2,500. إذا بقيت هذه 2,500 في ضمن 100,000 ولم تزكى، ستهلك 100,000 أو معظمها، سيهلك المال بسبب بقاء الزكاة فيه ولم تخرج منه. وإذا أخذ الزكاة وطمع فيها من لا يستحقها، إنسان عنده مال لكنه يمد يده للناس استكسابا واستكثارا، عنده 50,000 وأخذ زكاة بغير حق، أخذ 2,000 من الزكاة بغير حق، 2,000 اللي أخذهن على ماله تهلك 50,000. إذا اختلطت الزكاة بمال أهلكته. إذن أنت بإخراجك الزكاة تطهر بقية المال وتنميه وتباركه بإذن الله تبارك وتعالى. وقد ورد أيها الإخوة في حسابات أهل الاقتصاد أن الزكاة تصنع دورة اقتصادية مالية تعود بالنفع على المتصدقين. يعني تصوروا أيها الإخوة، في كفر قرع على سبيل المثال، أن يكون هنالك 1,000 أسرة مستورة، وفي 100 إنسان ميسور وصاحب مال وتجار ميسورين يخرجون زكاتهم فتوزع على 1,000 أسرة مستورة، 1,000 بيت مستور، مجموع زكاتهم على سبيل المثال نفرض كان 100,000 وزعت على 1,000 أسرة، أين سيذهب هؤلاء الذين تلقوا الزكاة؟ أين سيذهبون بهذا المال الذي اكتسبوه؟ سيشترون من محلات البلد في الغالب، فستعود هذه الأموال إلى أصحاب المتاجر وأصحاب المحلات الذين تصدقوا بأنفسهم، فترتفع بذلك نسبة مبيعاتهم، لأنه قد دخل 1,000 متسوق جديد كانوا فقراء الآن تيسرت معهم الحال، فعادت الأموال إلى أصحاب هذه المتاجر. إذن ترتفع دورة التجار الاقتصادية، وفي العام القادم سيزكون أكثر وسيكون دورتهم الاقتصادية أكبر، وهكذا. في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لما أتم المسلمون مشروع إيتاء الزكاة على حقها لسنوات طوال ولعقود من الزمن، ما بقي في الأمة الإسلامية كلها فقير واحد. الدولة الإسلامية كانت في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز تغطي الشرق الأوسط جميعه، وشمال أفريقيا وشرق أفريقيا ساحلها، وتصل إلى بلاد الترك وإلى حدود الهند والصين، وكانت مقسمة إلى ولايات، كل ولاية تجمع زكاتها وتتفقد كل الفقراء والمساكين فيها، فيفيض المال، فيرفعون المال إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين ميسور الحال الحمد لله، فيرد عليهم بيت المال أو الموكل به بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز: زوجوا العزاب، من كتب كتابا على امرأة ولا يستطيع
الزواج بسبب ضائقة الحال فأعينوه، فيعينون كل هؤلاء الكاتبين والخاطبين ويفيض المال. قال: فقضوا الديون عن المدينين، فقضوا الديون عن كل المدينين وفاض المال في كل الولايات الإسلامية. فقال أمير المؤمنين: اشتروا قمحا وانثروه على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طائر في بلاد المسلمين. انظروا إلى هذا الخير. واليوم أيها الإخوة، لو أن فقط وزارات المالية في الدول العربية المصدرة للبترول تخرج زكاة أموال هذه الخزائن، بقول لك لكانت زكاة أموال البترول وحدها في كل يوم 40 مليون دولار، 40 مليار دولار يوميا. زكاة أموال المسلمين مبالغ طائلة، لو وضعت في حقها ما بقي فقير في الأمة الإسلامية، 2 مليار مسلم ما بقي فيهم فقير واحد، بل ينمو المال. وهنالك فائدة أيها الإخوة ولفتة جميلة، يجب أن تخرج المال بحبه، حبا وكرامة، ليس استشعارا بأنك مرغم عليه إرغاما، بل حبا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتستشعر أنك أشد فقرا وأكثر حاجة للإنفاق من الفقير الذي يستلم الزكاة. أنت أكثر فقرا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنت أحوج إلى الأجر عند الله من حاجة هذا الفقير. وكم من أناس أيها الإخوة منعوا الزكاة فابتلاهم الله تعالى في أموالهم، بدل أن يخرج 2.5% ويكون مأجورا، أن يسرقه سارق أو تتلبسه ضريبة أو تصيب المال مصيبة فيخسر بدل 2.5% 25%، لكنه لو أنفق هذا المال في حبه لباركه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يخلفه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله تعالى يتكفل بأنه يعوض المزكي ويبارك له في ماله. أيها الإخوة الكرام، وللزكاة مصارف ذكرها القرآن الكريم 8 مصارف، لكن أهمها أول مصرفين للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وابن السبيل، لكن أولها للفقراء والمساكين. يجب أن يشبع الفقراء والمساكين من أموال زكاة المسلمين، ويجب أن نميز ما بين الزكاة الفرض أو الركن الثالث وما بين صدقة الفطر. فالزكاة واجبة على من امتلك نصاب الزكاة لحول كامل أو يزيد. خلينا نفسر هذه الجملة حتى نفهمها صح. نصاب الزكاة يعني الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة. الذي يملك مبلغ معين فما فوق تجب عليه الزكاة، هذا اسمه نصاب، الحد الأدنى. والحد الأدنى لهذا العام، طبعا الحد الأدنى هو في مقاييس الذهب 95 غراما من الذهب الخالص 24 قيراط، وقيمته ما يقارب 16,000 شيكل. من يمتلك هذا المبلغ وأكثر لمدة عام، ما معنى الحول؟ الحول ليس معناه أن كل قرش معاك لازم يكون بلغ سنة، هذا بيغلطوا فيها كثير ناس. يعني أنا السنة اللي فاتت كان عندي النصاب، السنة اللي فاتت كان عندي 20-30 ألف شيكل، كنت أزكي، إذا الآن اليوم أزكي كل ما أملك ولو قبضت امبارح، لو قبضت امبارح أو الشهر اللي فات، أو حتى حساب خلصته وقدمت حساب للشركة وأخذت فيه شكله كمان شهر يحسب في الزكاة. طب ليش؟ أين الحول؟ الحول على النصاب.
الحول على الحد الأدنى. أنا أمتلك الحد الأدنى من سنة، من سنوات وأنا أمتلك الحد الأدنى. أنا من سنوات وأنا بزكي إذا أمتلك الحد الأدنى. قبل 10 سنوات كنت أمتلك الحد الأدنى اللي هو 16,000 أو قيمتها. إذا بعدها أحدد يوما من أيام السنة، ليس شرطا في رمضان، ولكن للبركة ولسهولة التذكر. غالب الناس يختارون رمضان، 20 رمضان، 10 رمضان، في هذا اليوم أحسب كل أموالي، كل ما أملك، كل مدخراتي، كل ما في البنك، ما أحملكه من شيكات من عملات مختلفة، ما هو لي عندي بضاعة تباع وتشترى في دكان أو في حانوت أو غير ذلك، وإلي أموال في على المدينين أخصم منها ما علي من ديون للتجار الذين أتعامل معهم. الصافي نخرج منه 2.5%، 2.5%، والله تعالى يضاعف، والله تعالى يبارك. لاحظوا الفارق بينها وبين ضريبة الدخل. ضريبة الدخل غالبنا اللي بيتعامل مع المؤسسات وعنده ملف في الضريبة بيعرف هذا الكلام. انت عندك دخل 1,000,000 شيكل في السنة، صرفت ما صرفت ما بخصهم، من 1,000,000 تطلع النسبة تبعتهم أقل شيء 400,000. لو 600,000 كل باقيات صرفت كلياتهم وما ادخرت شيئا، ال400,000 تبعات الدولة رايحات. انظر يا الزكاة بالمقابل، انت اشتغلت بـ1,000,000، صرفت على عمالك، على بيتك، على سيارتك، على كذا وكذا 300,000، بقي معك 700 على ما عندك من قبل، على هذول بتطلع 2.5%، يعني يا دوب يطلع 20,000. شوف فارق الـ20,000 عن الـ400,000 اللي تاخذها الدولة، الفارق كبير جدا. والزكاة أيها الإخوة لا تنوب عنها الضريبة، لا تقول وتتشاطر وتقول إنه إحنا يا جماعة تقريبا ندفع ضرائب، ضريبة مضافة وضريبة الدخل وتأمين وطني، خلاص بسد. لا تسد أبدا، فتلك تذهب إلى مصارف الدولة، والفقير بحاجة إلى أن يناله نصيبه بعفة. نبحث عن الفقير في بيته ونتحراه نحن لكي نوصله هذه الزكاة. والذي يقوم بهذا الواجب هي لجان الزكاة. وأنا أعلم وبلغني أن في كفر قرع هنالك لجنة زكاة موحدة من أئمة المساجد جميعا، وهذه فكرة طيبة مباركة إن شاء الله رب العالمين. مشروعية لجنة الزكاة تؤخذ من مشروعية بيت مال المسلمين. في المجتمع المسلم والدولة المسلمة هنالك بيت المال الذي يجمع الزكاة ويبحث عن مصارفها وينفقها. عندنا ليست دولة إسلامية ولا بيت مال المسلمين. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه مشروعية لجان الزكاة. خذ من أموالهم يا محمد صلوات الله عليه، ويا أيها الأمير المسلم أو الخليفة المسلم أو الحاكم المسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ليس لنفسك، فالزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، لكن تأخذها من أغنيائهم لتردها إلى فقرائهم، وهذا ما تصنعه لجان الزكاة. يا إخواني هنالك حكمة بليغة من وجود لجان الزكاة ومن إخراج الزكاة للجان الزكاة. أولا، يجوز لي أن أخرج الزكاة إلى الفقير، وإذا كان قريبا من غير الأصول والفروع، يعني مش أب أو جد أو أم وجدة أو ابن وحفيد وابنة وحفيدة، هذول لا تخرج لهم الزكاة، لا تخرج الزكاة للأصول الأب والجد والفروع الابن والحفيد، لكن يجوز أن تخرجها لأخيك الفقير وأختك الفقيرة وابن عمك الفقير وقريبك الفقير، ولك فيها أجر الصدقة وصلة الرحم. عندما تخرج أنت الزكاة إلى فلان من الناس فإنك تزرع فيه شعور أنه متعلق بك شخصيا، وربما كلما يلقاك يلقاك مكسور النفس،
ويشعر أنه مدين لك وأن لك فضل عليه. لكن عندما تخرجها للجنة الزكاة ولجنة الزكاة تحافظ على السرية وتتفقد كل البيوت زكاتي وزكاتك وزكاة الثالث والرابع والعاشر، تذهب وتتوزع على 100 فقير، فلا يعرف الفقير أحدا بشكل محدد لكي يشعر بانكسار نفس تجاهه أو أنه مدين له، وإنما هذا فضل الله ساقه على أيدي المسلمين من حيث يعلم الله سبحانه وتعالى. فهذا أطيب وأكثر كرامة للفقير، وجود لجان الزكاة، فشجعوا هذه اللجان على هذا الأمر. الأمر الآخر أن لجان الزكاة تجعل معايير أو معيار متساوي للحالات المحتاجة في جميع البلد. فمثلا على قدر دخل العائلة وعلى قدر عدد أفراد العائلة بمعيار معين تخرج كل العائلات التي ذات نفس المستوى تأخذ نصيبها بشكل متساوي، وذلك يكون نحفظ بدل أن تذهب الأموال كثيرة إلى فلان وينسى فلان. لو أن كل واحد بيروح للابن الحارة، طب هذه الحارة فيها ناس ميسورين 50 واحد بيتصدق وبيطلوا زكاتهم لشخص معين، والحارة الثانية لا يفتقد فيها الفقير فيكون معدما. إذن الزكاة أيضا توفر هذه المساواة. الأمر يطول أيها الإخوة. أختم بمسألتين. المسألة الأخرى هي صدقة الفطر. قلنا زكاة المال عبادة مالية هي تزكية للمال، أما صدقة الفطر فهي صدقة على الأنفس، يخرجها الغني والفقير على عدد أفراد العائلة، وهي ما قدره فقهاؤنا وعلماؤنا بمقدار وجبتين في الحد الأدنى 13 إلى 15 شيكل. من أفتى ب 13 على بركة الله، من أفتى ب 15 على بركة الله. في الضفة يفتون ب 9 شيكل، هذا لأنه في فارق في مستوى المعيشة العام. لكن يا إخواني، نخرجها على عدد أفراد العائلة. المرأة الحامل هل نخرج الزكاة على الجنين الذي في بطنها نحسبه من بين أفراد العائلة؟ إن ولد قبل صلاة العيد ولو بساعة يحسب، بعد ذلك لا يحسب. إذا ولد في رمضان أو قبل رمضان فطبعا يحسب من أفراد العائلة. إذن تخرج عن الأنفس، وبناء عليه أيها الإخوة الكرام، الفقير كيف يخرج الزكاة؟ يأخذ، نتفقده بزكاة الأموال، يطلع نصيبه 1000 شيكل على سبيل المثال من زكاة مال المسلمين، يخرج منها صدقة فطره قد تطلع 100 شيكل أو أقل أو أكثر، فيكون قد أخذ من مال المسلمين وتعود على الصدقة لكي يطهر نفسه وأهله بإذن الله تبارك وتعالى. والنقطة الأخيرة أيها الإخوة، مسائل الزكاة كثيرة وتتفرع، وعليك أو يجب أن تسأل في أمور الزكاة كما أنك تسأل في الأمور الأخرى التي تحتاج إلى الفتية. فاسأل في أمور زكاتك حتى تعلم كيف تنفق وتخرج هذه الزكاة على حلها وعلى أحقيتها. بارك الله لكم جميعا في أعمالكم وأعماركم وأموالكم وذراريكم، وجعلنا وإياكم جميعا من المنفقين والمتصدقين الذين لا يبخلون بحق الله تعالى على عيال الله. اسألوا الله من فضله واستغفروا فيا فوز المستغفرين، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل السلام وأتم الصلوات على من ختم الله به الرسالات وأتم به النبوات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، أما بناء المساجد فإنه لا يدخل في مصارف الزكاة، وإنما نخرج للتبرع في بناء المساجد
من باب الصدقة التي يباركها الله عز وجل، ولكم في ذلك الأجر العظيم، وتستشعرون أنكم عندما تتصدقون أو تنفقون في إعمار مسجد أنكم تعمرون بيتا لله، بيت الله عز وجل ارتضاه، اتخذه له بيتا، وهدى من شاء من عباده أن يختاروا ذاك المكان لإعمار بيت لله سبحانه وتعالى. ومن بنى لله بيتا ولو بمقدار مفحص قطاة بنى الله له به بيتا في الجنة، أو كما ورد في الحديث. الإخوة الكرام، إخوانكم في مدينة راهط في السنوات الأخيرة قائمون على إعمار عدة مساجد، ما بين مساجد حديثة ومساجد احتاجت إلى توسعة، أظنها بلغت 7 مساجد في آن واحد. والحقيقة أن الخير في كل بلد بفضل الله عز وجل. الغالبية الساحقة من مصروفات إعمار المساجد غالباً يقوم بها أهل البلد، ويعني أهل اللجان القائمة على المسجد يجتهدون في محيطهم القريب في الحي القريب على الغالبية الساحقة من مصروفات هذه المساجد التي تبلغ الملايين كما تعرفون. ولكن تبقى دائماً الحاجة إلى معونة المسلمين، والحمد لله أهل هذا البلد وأهل هذه البلاد عامة فيهم الخير الكثير، والحمد لله بيوت الله رزقها ميسر من عند الله سبحانه وتعالى، هي بيوته والعباد خلقه والأرزاق من عنده سبحانه وتعالى، وهو الذي يؤيد من يشاء للإنفاق في سبيله. اليوم معنا إخوة كرام طيبين من لجنة إعمار مسجد البدر في مدينة راهط، كما ذكرت هذا أحد هذه المساجد القائمة في مدينة راهط. والإخوة الكرام جزاهم الله خيرا يعني قد أشرفوا على إتمام هذا المشروع بالكامل، وتكلفته باهظة جدا كما تعرفون المساجد تكلفته باهظة، يعني أنا أتصور الملايين، ما فوق 5 مليون بالتأكيد، وأعتقد أن الغالبية الساحقة من هذا المبلغ جمعت من أهل البلد، لكن تبقى أنه بكفي يعني لو تبقى 10 أو 20% من هذه التكاليف فهي عبارة عن مبالغ كبيرة. اليوم جاء الإخوة آملون وراجون من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير لكم جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، أن تجعلوا من صدقاتكم حظا ميسورا إن شاء الله تبارك وتعالى، من أجل إتمام إعمار هذا المسجد المبارك مسجد البدر في مدينة راهط. وعسى أن يكتب الله سبحانه وتعالى لكم بإذن الله تبارك وتعالى جولة يوما في مساجد مدينة راهط، وحظ لهذا المسجد الطيب أيضا الذي صمم بتصميم جميل جدا، وإن شاء الله أن نحظى برؤيته بالرونق المتكامل إن شاء الله بعد يعني صدقاتكم وصدقات إخوانكم في سائر البلاد. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والعبادة والصدقة والزكاة وصالح الأعمال، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أعزنا ولا تذلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الهدى شملنا، وثبت على الصراط المستقيم أقدامنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رد المسجد الأقصى المبارك عزيزا كريما إلى حياض الإسلام والمسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، ولا تضلنا بعد الهدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير استقيموا يرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.